السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في أقوى كورس تأسيس إنجليش للأطفال. إن إحنا بناخد دلوقتي الإنجليش ألفابيت، مش مطلوب مننا في المرحلة دي أكتر من إن إحنا نعرف 26 حرف بتوع اللغة الإنجليزية، كل حرف ليه اسمه وليه صوت، نعرف عن كل حرف اسمه وصوته بس كده، مش مطلوب أكتر من كده لحد ما نوصل على المرحلة اللي جاية. طيب إحنا عرفنا إن اسم يعني نيم وصوت يعني ساوند، وصلنا لحرف السي، خلصنا الـ A والـ B، واللي مشافش الـ A والـ B يرجع يشوفهم تاني ويرجع ويشوف حرف السي دلوقتي. وصلنا لحرف السي، what is the name of this letter؟ C. What is the sound of the letter C؟ K. What is the name of this letter؟ C. What is the sound of the letter C؟ K. So C makes the sound of K. C says K. زي ما انت عارفة تجيبي ابنك يكتب الحرف، يجيب الورقة وقلم يكتب الحرف، يعرف شكله على السطور ازاي، وبعد كده يحفظ اسمه ويحفظ صوته، وشوفك ان شاء الله في حرف جديد. Thank you for watching and see you next time. Goodbye.